سلام، حيت السلامة ديالك وديال جميع العمال اللي كيخدموا معنا في أوراش المشروع كتهمنا، من الواجب علينا نأطروك ونوعيوك بالمخاطر اللي تقدر تعرض لها في حالة ما احترمتيش إجراءات السلامة المهنية. في الخدمة ديالنا كاين بزاف ديال الأماكن ضيقة اللي كنحتاجو ندخلو ليهم. هاد الأماكن كيكون الولوج ليها محدود وما متصماش العمل أو باش يدخلو ليها العمال بشكل مستمر. داكشي علاش ضروري قبل ما نبداو الخدمة خاصنا تصريح العمل في الأماكن المغلقة واللي كيسهر عليه فريق مختص في هاد المجال، وما كيعطيو هاد التصريح حتى كيتأكدوا من عدم وجود غازات سامة وخطيرة، وكيديروا عزل شامل لجميع مصادر الطاقة مع توفير تهوية كافية ومراقبة نسبة الأكسجين. والدور ديال الشركة هي تحرص على تكوين العمال اللي غادي يخدموا في هاد الأماكن، وكتراقب حالتهم الصحية باش تأكد أنه يمكن ليهم يخدموا في هاد النوع من الأماكن. وهذا الشيء بالنسبة حتى لعامل المراقبة اللي ضروري يكون داير دورة تكوينية في الإسعافات الأولية، وكتكون مراقبة مستمرة لجودة وسائل الوقاية الفردية بحال أقنعة الغاز، وكيتم التأكد من أن العمال عارفين كيفاش يستعملوها بالطريقة الصحيحة. وفي جميع الأماكن الضيقة اللي في الأوراش كنوفروا إضاءة كافية ومجموعة من الوسائل للتواصل مع عامل المراقبة اللي كيكون عارف خطة الإنقاذ في حالة الطوارئ وعنده المعدات اللازمة للقيام بإخلاء العمال في حالة اختناق إلى قدر الله. دير في بالك أن هاد الضوابط والتعليمات اللي كديرهم الشركة راه الهدف الأساسي منهم هو حماية الصحة والسلامة ديالكم. داكشي علاش لازم تحترموهم باش كل شي يخدم براحة وأمان.